وخرج رسول الله إليهم ناصحا لهم رغم تعديهم. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع في السوق ثم قال: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مسلم، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. يا محمد، نحن لسنا قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إن والله لئن حاربناك لتعلمن أننا غيرهم.